السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا الشيف عماد أبو سيام. اليوم راح نتعلم طريقة عمل سمك مقلي بالعجينة. طبعا العجينة هذه عجينة الأورالي أو بسموها عجينة البتر فلاي. طبعا هذا الطبق رائع جدا، وبتمنى من الجميع أن يجرب طريقة عمل السمك بالعجينة. طبعا قبل ما نروح نعمل طريقة السمك بالعجينة أو بالبتر فلاي أو بالأورالي، خلينا نعمل اشتراك في القناة ونضغط على زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد في القناة. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تحضير السمك بالعجينة أو السمك أورالي، في عندنا ما يقارب 2 كيلو من فيليه السمك. طبعا أي نوع فيليه سمك متوفر في البيت نقدر نستخدمه ونعمله أورالي بالعجينة. طبعا ممكن نعمل أورالي الخضار، أي نوع خضار متوفر في البيت مثل الزهرة والباذنجان والكوسة. طبعا في عندنا هنا مقدار 3 كاسات من الطحين، في عندنا كاسة من حليب البودرة، وفي عندنا مقدار نصف كاسة من النشا، في عندنا مجموعة بهارات مكونة من الملح والكمون والعصفر والفلفل الأسود. طبعا من كل نوع ملعقة واحدة. في عندنا مقدار 5 بيضات كاملات، وفي عندنا طبعا البيكنج باودر، وفي عندنا المية. الآن راح نشوف كيف بدنا نحضر عجينة الأورالي اللي خاصة بدنا نقليها بالسمك. ممكن نقلي فيها كمان الخضار زي ما حكينا سابقا، نقلي فيها الزهرة، البروكلي، الكوسة، الجزر، الفطر. يعني هذه العجينة يعني شاملة، ممكن نستخدمها في أي نوع خضار بدنا إياه. الآن طبعا تمت إضافة البيض، والآن نضيف مقدار 3 ملاعق من النشا، ونضيف أيضا ملعقة من البيكنج باودر اللي من عشان التخمير، ونضيف طبعا ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة من الكركم، وملعقة من الكمون، وملعقة أيضا من الملح. الآن طبعا نضيف الماء، وطبعا نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض. طبعا نستمر بإضافة الماء حتى نحصل على عجينة يعني طرية ومتماسكة بنفس الوقت. طبعا يمكن إضافة الأعشاب العطرية للعجينة حسب رغبتنا، مثل عشبة الدل اللي هي الشبت أو الشومر. الآن نلاحظ أن العجينة الأورالي أو العجينة الخاصة بقلي السمك أصبحت جاهزة. ممكن أيضا نقلي فيها الجمبري، وايضا ممكن ان يقلى بها طبعا الدجاج المسلوق مثل فخاذ الدجاج المسلوق اللي تشيكن درامز بالعجينه. الان حصلنا على عجينه يعني ناعمه الملمس وطبعا طريه. الان طبعا هنا عندنا فيليه السمك، يضاف فيليه السمك كامل الى العجينه كما نلاحظ، ويقلب مع العجينه تقليبا جيدا. ممكن إضافة قطعة حسب الرغبة. الآن طبعا تقلى قطع السمك بالزيت الساخن. طبعا يؤكل هذا السمك أو طبق السمك الأورالي بالعجينة إلى جانب الطرتر صوص اللي هو المايونيز مع الأعشاب والخضار. طبعا في فيديو سابق عملنا احنا طريقة عمل الطرتر صوص، بإمكانكم متابعتها. نلاحظ هنا يعني السمك الأورالي بالعجينة أصبح جاهز. كما ذكرنا سابقا يقدم الى جانب الطرطر صوص. وطبعا بذلك نكون قد انهينا طريقة عمل السمك مقلي بالعجينة الأورالي. وإلى اللقاء معي انا الشيف عماد ابو صيام في طبق اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.